فمن أكثر وأهم ما يتعرض للتغير والتبدل والتجدد سلبا وإيجابا. وحاجة الثقافة العربية والمغربية والإسلامية كبيرة جدا إلى الانكباب على ما يتوجب عليها تجديده لمواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر يحيل على آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الثقافة مشتركات إنسانية وخصوصيات، لكن العولمة وأنظمتها تطالب بتنميط الثقافات وتوحيدها في نموذج تقدمه كمشترك إنساني يلغي خصوصيات الشعوب الأخرى. المشترك الإنساني مجموع مكتسبات ثقافية حضارية غنمها الإنسان والإنسانية بعد تقلبات وترديات انتهى منها إلى ضبط ما اعتبرته الثقافات والديانات المتوالية نظما اجتماعية صاغها في قوانين وتشريعات اعتبر المغاربة أن الإسلام أسمى من يمثلها فاعتنقوه وحملوا رسالة نشره والدفاع عنه، واستقر المغرب بمجموع ساكنته واختلافاته موحداً بقيمه الإسلامية متعدداً فيما يستقبله من كيانات مختلفة ومخالفة. لكن التاريخ يتجدد حضارياً أو ارتكاسياً. لقد عرفت المجتمعات الغربية مراجعات للمنظومة القيمية الثقافية والقوانين الضابطة لها، إذ طبعت قبل أكثر من قرن مع ما يعتبره المغرب والمجتمعات الإسلامية انحرافات وانحلالا أخلاقيا، واعترفت بهذه الأنشطة كمهن وتجارات ومعتقدات ومعاملات قانونية. أقامت دورا وأحياء للدعارة، وفتحت المجال بشكل واسع للبغاء كمهنة معترف بها، ولتجارة الجنس والإغراء عليه والتحريض بصناعة البورنو وفتح متاجر المشاهدة وترويج وسائل وأدوات الممارسة، كما انخرطت السينما والصورة والمكتوب والمرئي والمسموع والافتراضي وغير ذلك كثير مما يطول عرضه ضمن المشروع التجاري الضخم الذي تمت مراجعته وتعزيزه مؤخراً بالاعتراف بالمثلية ثم إصدار قوانين زواج المثليين مع ما يتبع ذلك ويقتضيه من تشريعات. هذه المنظومة الثقافية المتنامية يجعلها الغرب اليوم مشتركاً إنسانياً يوظفها في مشروعه الاستعماري لتفكيك وحدة الشعوب وزرع النزاعات الداخلية بما فيها الدينية والاجتماعية، فيعمل على تصديرها للعالم في استهداف مبيت وتحدي للمجتمعات الإسلامية ومنها المجتمع المغربي بوسائل وضغوط متعددة تحت شعارات منها حقوق الإنسان والحريات الفردية والمغرب المتعدد وأشباهه. ولقد اشتغل الغرب كثيراً تحضيراً للاستعمار على كتابة تاريخ لشمال أفريقيا يسمح للاستعمار بامتلاك المنطقة عن طريق تفكيكها وتقسيمها وإثارة النزاعات الداخلية والحروب الأهلية ليسهل الاستيلاء عليها. وهكذا جعلوا البربر السكان الأصليين واليهودية
ديانتهم، والعرب استولوا على بلاد المغرب بالسيف كغزاة يجب أن يطردوا. في هذا السياق جاء الظهير البربري الذي أسقطه المغاربة بربرا وعربا، كما جعلوا اليهود حلفاء متعاونين، فرضوا عليهم التخلي على العربية والالتحاق بالفرنسية لغويا وبفرنسا ومشروعها الاستعماري بتفاصيله، مقابل وضعية امتيازية اقتصاديا واجتماعيا، وأقاموا الدولة المسيحية بتوطين الفرنسيين وانتزاع الأراضي وإقامة منشآت للوافدين المحتلين وجعل المدن العتيقة قطوات تحاصر المغاربة داخل الأسوار، واستهدفوا الإسلام والقيم الإسلامية بإقامة المواخير وأحياء الدعارة ونشر الأوكار والبارات والنفادي للبنية الإسلامية وشبيبتها بأنواع المغريات والأفكار المنفرة من الإسلام. ورغم كون المشروع الاستعماري فشل في المغرب والمنطقة العربية برمتها بالاستقلال، غير أن القوى الاستعمارية لم تتوقف عن رعايته وتنميته وتغذيته وإحيائه كلما فشل، بحيث تسرب لدستور 2011 بإلغاء إسلامية الدولة وإفسال ما سمي روافد ومكونات الدولة الحديثة المتعددة بمعانيها الموسعة: دولة الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وتثبيت العولمة الفكرية كقيم جديدة تشكل المشترك الإنساني. حملت تجربة الحريات في الغرب أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين معنى الثورة الثقافية الشاملة، السياسية الاقتصادية الاجتماعية، على رأسها الجنس والدين، واتخذت أسماء وعناوين وشعارات، وعرف بها رواد أبرزهم مؤسس المذهب الوجودي الفيلسوف جان بول سارتر ورفيقته سيمون دو بوفوار، واعتنقها المجتمع الفرنسي في أبرز مكوناته الثقافية، ومعه الكثير من المجتمعات التي نشدت الحداثة، كما نشطت الحركات الشيوعية والاشتراكية وطروحاتهما الثورية الرافضة لمجموع القيم الرأسمالية السائدة. وقد وجدت هذه التيارات صداها لدى شباب الجامعة المغربية الذي كان طليعة المجتمع المغربي الخارج من الاستعمار والتخلف، مقبل على الحضارة الحديثة، فاعتنق الحداثة والتحرر من خلال نموذجهما الوجودي واليساري، بحيث كان التمرد شاملا على المنظومة الثقافية المغربية والإسلامية بتشريعاتها المختلفة، فانتشرت في أوساط الشباب سيما الجامعي داخل المغرب وخارجه ظاهرة الارتباط بدون زواج وإفطار رمضان وغير ذلك من الظواهر والمظاهر. لكن الأمر كان زوبعة، ما لبثت العقلانية أن أعادت الرشد إلى شباب المغرب وإلى مشروع التحديث.